بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى مسلم في صحيحه سنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. هذا الحديث يبين لنا فضل الزوجة الصالحة أو المرأة الصالحة التي يقتنيها الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن الدنيا كلها متاع، والمتاع هو الشيء الذي تستمتع فيه إلى فترة قصيرة ثم تدعه. فكل الدنيا الله سبحانه وتعالى سماها بالمتاع، قال: وخير هذا المتاع هي الزوجة الصالحة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فهذه هي المرأة الصالحة. لذلك الإنسان أو الزوجة الصالحة ينبغي عليها أن تتصف بهذه الصفات الحميدة حتى تكون يعني لها المكانة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام هنا، أنها تكون طائعة لزوجها إذا أمرها، أن تكون تسره إذا نظر إليها، أن تحفظ نفسها في بيتها، وأن تحفظ ماله إذا يعني ائتمنها على ذلك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يقتني المرأة الصالحة التي تكون خير متاع في هذه الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى مسلم في صحيحه سنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. هذا الحديث يبين لنا فضل الزوجة الصالحة أو المرأة الصالحة التي يقتنيها الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن الدنيا كلها متاع، والمتاع هو الشيء الذي تستمتع فيه إلى فترة قصيرة ثم تدعه. فكل الدنيا الله سبحانه وتعالى سماها بالمتاع، قال: وخير هذا المتاع هي الزوجة الصالحة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فهذه هي المرأة الصالحة. لذلك الإنسان أو الزوجة الصالحة ينبغي عليها أن تتصف بهذه الصفات الحميدة حتى تكون يعني لها المكانة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام هنا، أنها تكون طائعة لزوجها إذا أمرها، أن تكون تسره إذا نظر إليها، أن تحفظ نفسها في بيتها، وأن تحفظ ماله إذا يعني ائتمنها على ذلك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يقتني المرأة الصالحة التي تكون خير متاع في هذه الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.